شباب بنقول CNS يعني معناها Central Nervous System، والCentral Nervous System دائما حفظه هو متمثل بالبرين والسباينال كورد. هاي المحاضرة ما بيها فارماكولوجي حقيقية، لكن هي introduction للأوتونوميك نيرفس سيستم. زين CNS شنو هو؟ CNS مركز تحكم بأعضاء. أوكي؟ إذا أكو CNS وكو هنا عندك organs، هذا CNS يريد يتحكم بذني الأورجنز، وكأنما أكو مولدة كبيرة وبيوت ونريد نوصل الكهرباء الذني للبيوت، إيش نحتاج؟ وايرات. فبالضبط اللي نحتاجه هنا هي وايرات تربط ما بين CNS والأورجنز both ways. تجيب الإشعارات من CNS للأورجنز، تأخذها من الأورجنز وتوديها للCNS. هاي حزمة الأعصاب، حزمة الألياف العصبية اللي تربط ما بين CNS والأورغانز، شو نسميها؟ Peripheral Nervous System. أوكي؟ Peripheral Nervous System. إذن عندنا Central اللي هو مركز إصدار القرارات، و Peripheral اللي هي الوايرات اللي توصل. فأنا أقول لك شنو Peripheral؟ تقول لي الوايرات اللي توصل. أوكي؟ لا أكثر ولا أقل. زين إذا تلاحظون بهذا Peripheral أكو وايرات تأخذ من CNS للأورغانز، وأكو وايرات تأخذ from organs to the CNS. زين الهندسمية، طبعا الهندسمية اللي تأخذ من CNS to the organs then نسميهن motor efferent. motor efferent يعني إشعارات حركية صادرة من الدماغ إلى الأعضاء، واللي تاخذ من الاورجانز للCNS شو نسميها؟ سنسري افرنت، حسيه، وراح تصفن بيها بالامتحانات وتظل تفر بذهناتك. يا هي كانت افرنت يا هو افرنت، فاحفظها على كلمه سيم، سنسري افرنت موتور افرنت. اوكي، اذا البرين ينطي إشعارات للأعضاء حتى يحركها بموتور إفرنت، ويأخذ من عدها تقرير عن ما حدث بالسنسري إفرنت. أوكي؟ هاي كل ما هنالك. مصدر صنع القرارات الشعب اللي هم الأورغنز، ومن يوصل الأخبار لهم منه الPNS البريفرال نيرفس سيستم. المشكلة وين؟ المشكلة أنه الأعضاء مال الجسم الإنسان إذا تريد تقسمها فرح تقسمها إلى قسمين. شنو ذني القسمين؟ أكو أعضاء إرادية أنت تحركها، أكو أعضاء لا إرادية. هل من الممكن أن توصل إشعارات اللي تأمر هاي الأورغنز بالتحرك، I mean motor efferent transmission، توصلها بنفس الحزمة العصبية؟ أكيد لا، راح تنلاص الأمور. فيجب أن تخلي حزمة وايرات تتحكم بالأعضاء الإرادية، ولازم تخلي حزمة وايرات أخرى تتحكم بالأعضاء اللا إرادية. فمن هالمنطلق، من هالمنطلق نشوف البريفرال نيرفس سيستم يتقسم إلى قسمين أساسيين. أكو قسم اسمه سوماتيك نيرفس سيستم، وأكو قسم شنو اسمه؟ أوتونوميك نيرفس سيستم. Autonomic هذا الذي يتحكم بالأعضاء اللا إرادية. أوكي؟ من اسمه Autonomic يعني أشياء هي من وحدها تشتغل. أوكي؟ زين سوماتيك لا، هذا يتحكم بالعضلات الهيكلية. والعضلات الهيكلية هي تعتبر الأعضاء الإرادية الوحيدة في جسم الإنسان. إذن هذا بمن ذا يتحكم بالأعضاء الإرادية. إذن هسه نرجع نلملم المعلومات اللي قريناها. عندنا CNS، أوكي، مصدر إصدار الأحكام. عندنا الأورغنز المتحكم بهم، ومن يوصل الإشعارات، من يوصل الأوامر هو البريفرال نيرفس سيستم. بس البريفرال نيرفس سيستم يوصل بطريقتين، طريقة للأعضاء
الإرادية بين قوسين العضلات الهيكلية وحزمة الأعصاب اللي راحت لهم شو اسمها سوماتيك نيرفس سيستم، وحزمة أعصاب المن تغذي تغذي الأعضاء اللا إرادية وش نسميها أوتونوميك نيرفس سيستم. كل ما حلت المسألة زين. السوماتيك نيرفس سيستم الأعضاء الإرادية أنت تتحكم بمقدار حركتها، أنت تتحكم وش وقت هي تتحرك وش وقت هي ما تتحرك زين. فإذا يعتبر السوماتيك نيرفس سيستم للأعضاء الإرادية هو on off system، يعني يطفي ويشغل on off system. يعني من يجيك شخص مقطوع عند عصب يغذي فد عضلة معينة، هذا الشخص مشلول يكون بهاي المنطقة، مو صحيح؟ لا يمكن تحرك هاي العضلات. ليش؟ لأنه العصب يعتبر on off system، بينما من تجي على الأوتونوميك نيرفس سيستم اللي يغذي الجزء اللي يغذي GIT. GIT بيها smooth muscles. السموث muscles من وحدها تشتغل. أوكي؟ أما وظيفة الأوتونوميك بالنسبة للسموث muscles هو regulatory system، هو تنظيم لعملها. في وقت إذا احتاجينا زيادة في عملها فرح ينطيها أمر بالزيادة، وإذا احتاجينا قلة في عملها فرح ينطيها أمر بالقلة. إذن هو ليس operating system وإنما regulatory system. أوكي؟ أوكي؟ إذن الأوتونوميك بنظر الأعضاء اللي يغذيهم هو regulatory. أوكي؟ يعني هم already دي يشتغلون، بس هو يقولهم زيدوا شغلكم أو قللوا. بينما السوماتيك في نظر الأعضاء اللي يغذيها لا، on off system، يشغلهم يطفيهم. صار واضح؟ متفقين على هالشغلتين؟ زين. معظم تركيزنا راح يكون على الأوتونوميك نيرفس سيستم. باي ذا واي هاي ان شاء الله ادز لكم اياها كليتها، فما يحتاج تصوروها. اوكي راح ادز لكم PDF مال النوتس مالت اليوم. زين معظم تركيزنا حيكون على الاوتونوميك نيرفس سيستم، وشويه همينا راح نحكي على السوماتيك. ليش الاوتونوميك نيرفس سيستم مهم وليش احنا نريد نتحكم به؟ مهم ونريد نتحكم به لان معظم الاشياء اللي موجوده بالجسم ومعظم الاعراض ومعظم الامراض نقدر نعالجها من خلال التحكم بالاوتونوميك نيرفس سيستم. مغص معوي انطي دراج يشتغل على الاوتونوميك، ارتفاع بضغط الدم انطي دراج يشتغل على الاوتونوميك، كونستيبيشن يعني امساك انطي دراج يشتغل على الاوتونوميك، دايريا يعني اسهال انطي دراج يشتغل على الاوتونوميك. هواية امراض عضويه ممكن علاجها عن طريق الموديوليشن اوف اوتونوميك نيرفس سيستم. زين شباب شافوا انه الاعضاء الداخليه في جسم الانسان مثل ما اتفقنا هي تشتغل. هسه راح ابدي احكي كليته اوتونوميك بما معناه انه راح احكي على الاعضاء اللا اراديه فقط. اوكي يعني مثلا شيء عجبك لانز هارت كيدنيز جي اي تي لانز اند سو اون. اوكي زين شافوا انه هاي الاعضاء الداخليه اللي هي اذا تشتغل خلف الله عليها وما منتظر احد يجي يقول لها شو تسوي، بس مجرد يامرها ان تزيد او تقلل، شافوها هي اذا تشتغل وتكون جنرالي في وضعين. تكون جنرالي في وضعين. شافوا الاوتونوميك صحيح مرات يزيد او يقلل شغلها، بس الاوتونوميك عنده سياستين مختلفتين للتعامل مع هذه الاعضاء. يعني شنو سياستين مختلفتين؟ يعني مرة يأمرها هاي الأعضاء، خلينا نكمل هنا، مرة يأمرها هاي الأعضاء أن تتحضر إلى حالات الطوارئ. أوكي يأمرها أن تتحضر إلى حالات الطوارئ، ومرات يأمرها أن تعيش في حالات الاسترخاء. اوكي مرات يقولها للاعضاء الداخليه خليك بحاله استرخاء مثل ما هسه انتم قاعدين فول ريلاكس وشوي شوي تتنعسون. اوكي واللي ده ضمن الريوق اللي اكل الصبح، ومرات لا يخليك في حالات الطوارئ. الاوراق خلينا نمتحن. يلا يلا ايش صار فيني ابوجي استغربت لا هذا زي صار عندكم الارتنس سوري للي راح يسمع التسجيل. Thank you.
المهم فإذا انتبهوا من وصل أحكي على طوارئ سوى سكيب أو نص الصوت. المهم شافوا أنه هذا الـ ANS جنرالي يخلي الأعضاء الداخلية مرات تعيش في حالات الطوارئ ومرات يخليها في حالات الاسترخاء. زين شلون دي أمرها بهاي السياستين المختلفتين حتى يخليها تعيش بحالات الطوارئ؟ شافوا أنه الـ ANS بيفد برانش يعني أقصد بي جزء أو فرع اسمه Sympathetic Nervous System. أوكي؟ وشافوا أنه نفس الـ ANS بي another branch اسمه Para Sympathetic Nervous System. يعني وكأنما الـ ANS طالع من عنده حزمتين، حزمة اسمها Parasympathetic وحزمة اسمها Sympathetic. زين هذا الأورجن اللي قاعد جوا شو مفهمه منين يجي الإشعار؟ هذا الأورجن إذا إجا الإشعار عبر حزمة السمباثيتك فيعرف السالفة انلاصت ولازم يتحضر إلى حالات الطوارئ، وإذا إجا الإشعار من الباراسمباثيتك يعرف الأمور تمام and it should be relaxed. مثل ما أنت تجيك كهرباء وطنية زين فتشغل الأمة العربية كلها وتجيك مولدة شغلك بس غلوب وثلاجة. أوكي نفس الشيء. إذا يعني CNS اللي طلع من عنده برانش اسمه PNS، وهذا PNS البريفرال تقسم إلى سوماتيك وأوتونوميك. الأوتونوميك هم طلع بيه تقسيمات، شنو هي التقسيم؟ سمبثتك وبارا سمبثتك. وشنو فائدتها؟ ليش ما خليناها قسم واحد؟ لأن السمبثتك يشغل لك الأورغنز في حالات الطوارئ تدابير الطوارئ، والبارا سمبثتك يشغل لك إياها في حالات الاسترخاء. زين هي حالة طوارئ ليش سميتها سمبثتك؟ سمبثتك معناها أي فعل أي تصرف يأثر على CNS and it is modulated by feelings. شنو أقصد بالfeelings؟ أقصد الغضب، أقصد الخوف، أقصد الشعور بالإحراج، الشعور بالحب، الشعور بالكره، هاي كليتهن تعتبر feelings. أوكي؟ فإذا هنا الfeelings تسوي modulation تتغير بوضعية الجسم. زين يعني انت بنشوف شخص تحبه زين تتغير الأمور، او بنشوف شخص تكرهه او من تغضب. زين فلذلك سموه سمبثتك لانه تصرفاته ووقت تشغيله يعتمد على اشياء تتأثر بالفيلينجز. اوكي بينما الباراسمبثتك تدابيره وتصرفاته خارج الحالات الشعورية. أوكي ما له دخل بالشعور، ما له دخل بالفيلينجز. زين شافوا أنه الفيلينجز ذني اللي هن ميجر تعتبر بالنسبة للجسم اللي شغلك السمبثتك نيرفس سيستم تدخلك الجسم في حالة من الاستعداد، بينما شافوا قلة ذني الفيلينجز تدخلك الجسم في حالة من الاسترخاء. أوكي فلذلك سموا السمبثتك نيرفس سيستم برايمرلي سموه سيستم ابو الفايت اور فلايت. فايت اور فلايت باي ذا واي ترى نفس الحكي مالت الكتاب دا احكي لكم اياه، بس يعني بدل ما قاعد اقرا لك يعني الكتاب دا ارسم لك اياه وباستنتاجه، وهذا يعني اللي لازم يسوي التدريسي، ولا اذا قاعد اقرا لك المحاضره فانت بتعرف تقرا. زين سمبثتك يسمى بالفايت اور فلايت، الباراسمبثتك اللي هي شتغل عندكم يسموه ريست اند دايجست، قاعد مرتاح اموره تمام ودا ياكل او مثلا دا يهضم وريلاكست. زين شنو اقصد بالفايت اور فلايت وليش اختارينا هاي التسميه للسمبثتك؟ مع العلم هو can be controlled by other feelings مثل ما قلنا love والrage والhatred وغيرها. الفايت اور فلايت هو اكثر شعور يمثل السمبثتك نيرفس سيستم واكثر مكان يكون بالسمبثتك نيرفس سيستم مشغول. شنو اقصد فايت اور فلايت؟ عزلت صيدليتك بالليل، رجعت فرع اظلم لتتمشى والوارد زين وتتفكر بيه وسعيد وفرحان وكرم السامع طلع لك كلب اطول من عندك. زين
أسود ضخم صافن عليك وحالف يتعشى بيك. زين فأنت قام راح تظل ريلاكست. It's time to fight. يا أما تشيت عليه زين وهي تنحل، يا أما فلايت زين تنهزم. زين هاي معنى fight or flight. شوف اللي راح يصير بهاي اللحظة شنو اللي راح يصير، أنه البؤبؤ مالت العين راح يتوسع، الهارت ريت يزداد، التنفس مالتك يزداد، الدم كلي توين يتجه؟ يتجه من أعضائك اللي أنت ما تحتاجها في حالة الهرب أو القتال إلى أعضائك اللي تحتاجها، مثل إيش؟ مثل البرين، الليفر، المسلز. أوكي؟ وأول شيء تشوفه على الشخص اللي يشتغل عنده الفايت أور فلايت سيتويشنز، شوف وجهه صار أصفر وشفافه اليوم. أوكي؟ سببها أنه الدم شو تسوي بيه بالجلد؟ لو عود وديه للعضلات يريد يقمز، يريد يقاتل، يريد ينهزم and so on. أوكي؟ فتشوفه هو وجه أصفر وشفافه بيض، بس هذا عنده طاقة عضلية يقدر ينطلق بيها انطلاقة من هاي الزين، أو يقدر يقاتل بكل قوته. زين من رجع سبح وبدل وقعد صبولة عشاء وتعشى وتمددوا وده يسولف عن الواقع اللي صارت بي، لا هسه سمبثتك قل واشتغل عنده البارا سمبثتك اللي هو rest and digest. اوكي يحتاج البيوبل مالت الاي يتوسع حتى يباوع for far vision، ما يحتاج، لا هو ابعد شيء ده يباوع الخيار اللي بالماء زين. اوكي او معهم الفواكه اللي يما او التلفزيون اللي هو بعد 3 امتار، فلذلك يرجع البيوبل constricted. يحتاج يتنفس بهاي السرعة؟ لا. يحتاج الهارت ريت 150 أو 160؟ لا. يحتاج أنه الدم ينسحب من كل الأورغانز ويروح للعضلات؟ لا. شوف وجه أحمر وخدود متفحة وأموره تمام التمام. فلذلك شباب هاي المفارقة ما بين الريست and digest which is simplified by parasympathetic nervous system وال fight or flight اللي هي تمثل السمبثاتيك. صارت واضحة؟ هسه نسأل سؤال، بس قبل السؤال خلنا نعطيكم فنهند. يقول لك لا تحرق بنفسك ولا تصير إنسان ستريسفول، لأنه إذا كنت إنسان ستريسفول ودائما عايش في ستريسفول كونديشنز تموت من وقت. أوكي هاي خلوها في بالكم. الديابيتيز سبب الأساسي الستريس، ال HTN سبب الأساسي الستريس، ال CVD الكارديوفاسكولار ديزيزز سببها الأساسي الستريس، زين المنتال ديسابيليتيز سببها الأساسي الستريس، أوكي الكانسر سبب الأساسي الستريس. خلوا هاي المعلومة على صفحة. هسه أسألكم سؤال، يا واحد مهم للحياة، يعني خل أبسط لكم إياها أكثر، لو جبنا شخص وهي فعلا اكو حاله هيك تصير، اوكي قطعنا عند الاشعار السمبثاتيك، وجبنا شخص اخر قطعنا عند الاشعار الباراسمبثاتيك، which is more required to life، الباراسمبثاتيك لو السمبثاتيك، ويا هو راح يعيش اللي بقى عنده بس سمبثاتيك لو اللي بقى عنده بس باراسمبثاتيك؟ اي بارا اذا الاغلبيه قالت شنو؟ الباراسمبثاتيك. اوكي فعلا الاشخاص اللي يتعرضون مثلا الى كانسر ويشيلون هذا الكانسر وياهم يقطع له جزء من الاشعار الباراسمبثاتيك ويظل عايش على السمبثاتيك، يعني يموت من وقت، بس اللي يظل عايش على الباراسمبثاتيك ممكن ان يعيش. اذا السالفه وما بيها انه هذا تكتب يمه not required for life. السلام عليكم. السلام، تفضل. هذا not required for life، يعني إذا انقطع عنك الخط مالت السمبثاتيك أنت تظل عايش، بينما هذا required for life. أوكي زين، مو السمبثاتيك أنقذني، مو السمبثاتيك خلاني أدبر أموري بالفايت أور فلايت سيتويشن. إي أوكي، بس أنت يوميا متعارك ويا هذا الكلب مكرم السامع، يوميا داخل الفايت أور فلايت، لا أنت أغلب وقتك عايش بالرست أند دايجست. أوكي زين،
زين هسه حكينا على الفانكشنال ديفيجن، حكينا على الافرنت والافرنت، شنو سمباثيتك، شنو باراسمباثيتك، انت ترك لعب بالكم نسيته بعدين احكي لكم عنه. الفايت اور فلايت، ده انا خليش راح في المبدا. شو يقول المبدا؟ انه انت عندك اورجان، اوكي، هذا الاورجان شلون تقدر توصل له امر؟ عن طريق عصب. اذا حتى تكتمل الرسمه لازم اكو عصب. هاي يسموها نيرف تيرمينال، النهايه العصبيه. زين وصل العصب يم الاورجان، شو راح يصير؟ العصب راح يحكي ويا الاورجان. شلون؟ عبر افراز مواد اسمها النيورو ترانسميترز. اذا لغه العصب اللي يتكلم بيها مع الاعضاء شو يسموها؟ يسموها النيورو ترانسميترز، المرسلات العصبيه. والاورجان شلون راح يستوعب هاي النيورو ترانسميترز؟ لازم اكو مستلمات، اوكي. اذا اكو هنا شيء اخر، على هذا الطرف شنو اسمه؟ ريسبتورز، المستلمات. اذا حتى تعرف شلون تتكلم الاعصاب مع الاورجانز تبثلها نيورو ترانسميترز، والاعصاب والاورجانز ايش عندها؟ ريسبتورز. وكأنما الكلام اللي سدا أتكلمه لكم هذا نيورو ترانسميترز، أذانكم اللي إذا تسمعون بيها شنو؟ ريسبترات. هل هاي الريسبتر تستجاب لكل أنواع النيورو ترانسميترز؟ لا، كل ترانسميتر إلى كل ترانسميتر إلى ريسبتر معينة. فعلا أنت تشوف مثلا الهارت يجي نوعين من الإشعار العصبي، سمبثتك وبارا سمبثتك. شلون الفرق بيناتهم؟ لأن أكو ريسبترات مالت سمبثتك وكو ريسبترات مالت باراسمبثتك. فإذا طلعت مادة من الباراسمبثتك نيورون وحفزت الريسبترات اللي هي باراسمبثتك، فرح يفتهم القلب أنه إجا إشعار باراسمبثتك. ولو طلعت نيورو ترانسميترز من سمبثتك نيورون وفعلت السمبثتك ريسبترز، فرح يعرف الهارت أنه إش إجا؟ إجا سمبثتك استيميليشن، فرح يسوي الأوامر اللي هو مبرمج عليها في حالات السمبثتك استيميليشن. اوكي زين، بس العصب ويا الاورجان يحكي؟ لا لا، العصب ويا العصب هم يعني يحكي. اذا صار عندنا فشيء اسمه انتقال للاشاره العصبيه. شوفوا وياي، طالما انت دا تتكلم النقل للإشارة العصبية ما بين عصب وعصب آخر، أو مثلا عصب وأورجن، فلازم هاي الإشارة العصبية تترجم على شكل نيورو ترانسميتر وتروح على الريسبترات اللي موجودة على العصب الآخر، أو نفس الشيء هم تطلع على شكل نيورو ترانسميترز وتروح على الريسبترات اللي موجوده على الاورجان. يعني طالما تريد تنقل الاشاره العصبيه من عصب الى عصب اخر او من عصب الى اورجان، لازم تطلع على شكل نيورو ترانسميتر ولازم تستقبلها ريسبتر. ماكو غير طريقه للانتقال ولا اكو غير طريقه للاستقبال. اوكي؟
متى ما خرجت الإشارة العصبية الإشعار العصبي من العصب لازم تترجم على شكل نيورو ترانسميتر. أوكي زين زين، هي الإشارة العصبية شلون تنتقل بالعصب نفسه؟ تنتقل بشكل كهربائي. يعني الإشارة العصبية داخل العصب نفسه تمشي على شكل فرق جهد كهربائي، بس من توصل للنيرف تيرمينال وتريد تخرج إلى عصب آخر حتى تكمل طريقها لازم تترجم إلى مرسلة عصبية نيورو ترانسميتر، أو إذا رادت تخرج إلى أورغان لازم تترجم إلى نيورو ترانسميتر. زين، يعني داخل العصب الإشعار العصبي يمشي على شكل فرق جهد كهربائي، بينما من يطلع من العصب يمشي على شكل مادة كيميائية. ترى النيورو ترانسميتر مادة كيميائية. مثل إيش هاي المادة الكيميائية؟ قد تكون هرمون، قد تكون إنزيم، قد تكون بيبتايد and so on. أوكي؟ إذن هسا نتفق على مبدأ، طالما الإشارة دا تمشي داخل جسم العصب فعشان تمشي فرق جهد كهربائي، مجرد أن تخرج وتريد تنتقل إلى مكان آخر سواء كان عصب أو أورغان لازم تتحول إلى مادة كيميائية. أوكي؟ دائما شباب المنطقة مالت النيرف تيرمينال نسميها بريسيناتيك. Presynaptic area. والمنطقة الأخرى اللي جاية وراها قد تكون organ أو قد تكون عصب، فش نسميها؟ Post-synaptic area. وهاي المنطقة اللي دا يحدث بيها ضخ النيورو ترانسميتر والتقاء بالريسبتر يسموها synaptic cleft. اوكي اذا هسه صار عندنا ثلاث تسميات جديده نحفظها. منطقه انطلاق النيورو ترانسميتر بين قوسين النيورون شو نسميها؟ بريسينابتيك اريا. منطقه وجود الريسبتر، منطقه تاثير هذا النيورو ترانسميتر شو نسميها؟ بوست سينابتيك. ومنطقه الاكشن نسميها سينابتيك كليفت اللي هي منطقه الالتقاء سواء ما بين عصب وعصب او عصب واورجان اخر. اوكي هاي طريقة التراسل العصبي ابتداء من السي ان اس نزولا الى النهاية العصبية اللي راح تحكي ويا الاورجان اللي احنا نريد نحكي عليها او اللي نريد نتحكم بها. صار واضح؟ زين رستوا دقيقة واحدة، يعني مو تطلعون برا وتشرب مي وتروح ما اعرف شو تسوي، لا هي دقيقة واحدة تنفس بيها. تدرون شنو فايدة هاي الدقيقة؟ ولا هاي المفروض ما احكي بيها بس حتى تتجدد للدقيقة. هسه راح نسولف ان شاء الله. هذا البرين، هذا السباينال كورد. اوكي السباينال كورد هو الحبل الشوكي، وين يمر؟ يمر بالفيرتبرال كولوم ويمر بالضبط بالقناه الشوكيه. اوكي اللي يسموها السيريبرال كانال. اوكي زين، او السباينال كانال. اذا هذا الحبل الشوكي زين اللي دا يمر داخل هاي القناه هو اللي دا نتكلم عنه. زين هنا دا تصنع القرار داخل البرين وده تنتقل وده تترجم وده تتبرمج أكثر داخل السباينال كورد. زين مو المفروض تبدي تطلع هاي الإشعارات أو الأوامر اللي ترجمت على شكل الأعصاب؟ نعم الأعصاب تطلع من كل لفلات السباينال كورد
ماكو أعصاب تطلع دايركتلي من البرين وإنما تطلع من بدايات السباينال كورد إلى نهاية. إذن هاي الأعصاب اللي إحنا دنحكي عنها الأعصاب اللي راح تبدي تمثل البي إن إس اللي هي تأخذ لك الكهرباء من المولدة الرئيسية وتوصلها للبيت هاي دا تنبع من السباينال كورد وده تطلع ما بين الفقرات وده تروح للأماكن مالتها. تخيلتوها؟ مثل ما قلت بالبداية أنه السباينال كورد وين يمر؟ يمر في فيرتبرال كانال مو صحيح؟ وهي الفيرتبرال كانال شلون مشكلية هنا؟ الفقرات مترتبة واحدة فوق اللخ وصار هاي القناة الشوكية. زين الفقرات مالت العمود الفقري تقسم إلى مناطق. المنطقة الأولى يسموها السيرفيكال اللي تطلع من عندها الكرانيال نيرفز. اوكي هي السيجمنتس يسموها سيرفيكال سيجمنتس النيرفز اللي يطلع عنها الكرانيال نيرفز. ثاني السيرفيكال سيجمنتس اوكي اللي هي كلش بالبدايه صايره بعدين تجي وراها الثوراسك سيجمنت بعدين تجي وراها اللمبر سيجمنت. طبعا كل سيجمنت بيها عدة فقرات وبالاخير تجينا الساكرال سيجمنت. مهم أن أعرف تسميتها؟ طبعاً مهم أن أعرف تسميتها. وشنو علاقتها بالمادة؟ علاقتها كالتالي، ركزوا كل زين، انتبهوا لهذه المعلومة. شافوا أنه الأعصاب اللي تحمل الإشعارات الباراسمباثيتك، علي من دا أتكلم عن الباراسمباثيتك. باراسمباثيتك بالأخضر، كل شيء يخص الباراسمباثيتك بالأخضر وكل شيء يخص السمباثيتك راح نرسمه بالأحمر. أوكي؟ هاي خليها على صفحة. شافوا كل الأعصاب اللي تحمل الإشعارات الباراسمباثيتك منين تطلع؟ تطلع من السيرفيكال سيجمنتس والساكرال سيجمنتس. أوكي؟ منين تطلع؟ من السيرفيكال سيجمنتس أو من الساكرال سيجمنتس. واضحة هاي النقطة؟ وشافوا أنه كل الأعصاب اللي تحمل السمباثيتك أوردرز منين تطلع؟ تطلع من الثوراكو لامبر ريجن، إما من الثوراسك ريجن أو من اللامبر ريجن. يعني أعصاب الباراسمباثيتك من الكرانيوم ومن الساكرال، بينما أعصاب السمباثيتك من الثوراسك واللامبر. فمن أسألك منين تطلع الأعصاب هاي تجيك MCQ. من أسألك منين تطلع الأعصاب اللي تحمل الإشعارات الباراسمباثيتك شو تقول لي؟ تقول لي من السيرفيكال والساكرال. أوكي؟ أو مرات يسموهن كرانيو ساكرال، بس الكرانيو لا تشير إلى السيجمنتس وإنما تشير إلى الأعصاب اللي تطلع منها كي يسموها الكرانيو نيرفز. أما الأعصاب اللي تحمل السمباثيتك النيورو ترانزميشن أو السمباثيتك أو تفلو خلينا نقول وتروح للأعضاء فتطلع من الثوراكو لامبر ريجن. أوكي هسه شفنا أنه أكو اختلاف في مناطق أو منابع الباراسمباثيتك أو تفلو والسمباثيتك أو تفلو. أكو بعد فد اختلاف آخر تشوفه تلاحظون أني رسمت الأعصاب مالت الباراسمباثيتك طويلة بينما الأعصاب مالت السمباثيتك قصيرة. ليش؟ دكتور لأن البارا والسمب من فقرات معينة تطلع مثلاً الثوراسك T1 واللامبر L2 زين أو تكون برانشت أكثر بالسمباثيتك على مدى توصل الفولنتري أورجانس أكثر. الفكرة وما بيها
انه اكو فد شيء اسمه محطه تحويل الجانجليا. اوكي، منا ورايح نتعلم فد مصطلح اسمه جانجليا. شنو هاي الجانجليا؟ اوكي، جانجليا مجموع مفردها جانجليون، يعني شيل هاي الاي تخلي او ان. زين، الجانجليا هي محطه تواصل ما بين الاعصاب اللي هي بريفرال، سواء كانت سمباثيتك او باراسمباثيتك، بس تواصل بيننا بين الاعصاب اللي طالعه دايركتلي حامل الاشعار من السي ان اس وما بين الاعصاب اللي رايحه للاورجانز. يعني هذا العصب هسه اللي طلع، اوكي، هذا باراسمباثيتك نيورون ويعتبر برانش من البريفرال نيرفس سيستم. اوكي، بس هذا العصب ما كمل دايركتلي للاورجن، لا، وصل الى منطقه تحويل وراح التقى مع عصب اخر، وهذا العصب وصل الاشعار العصبي مالته للاورجن. شنو فائده الجانجليا؟ فائده الجانجليا شغلتين. الشغله الاولى انه ما تخلي الاشاره تموت داخل النيرف، لا، تخليها تترجم وتسوي ستيميليشن مره ثانيه الى عصب اخر، فانت تحافظ على شده وقوه وسرعه وصول الاشاره بوجود الجانجليا. رقم واحد. رقم اثنين، اذا اجتك اشارات كلش هوايه العصب ما قدر يتعامل وياها، الجانجليا راح تمنح هذا الوقت ان يقدر يتعامل العصب مع هاي الاشارات الهوايه. وشغلة الأخ، الجانجليا هي منطقة تحويل، يعني أنت أوكي طلع عصب واحد، بس يجوز هذا العصب تريد الإشعار مالته تقسمه على عدة أعصاب، فلا بد من وجود الجانجليا. الجانجليا اللي هي محطة التحويل مهمة جدا في فسلجة الأوتونوميك نيرفس سيستم، سواء كنا نتكلم عن السمباثيتك بي جانجليا، وسواء كنا نتكلم عن الباراسمباثيتك هم يعني بي جانجليا، بس الاختلاف انه بالباراسمباثيتك الجانجليا بعيده عن السباينال كورد لكن قريبه من الاورجن، بينما بالسمباثيتك الجانجليا قريبه من السباينال كورد وبعيده عن الاورجن. اوكي، زين، بما أنه عندنا جانجليا، فكل شيء ما قبل الجانجليا سواء كنا نتكلم باراسمباثيتك أو سمباثيتك شو نسميه؟ بري جانجليونيك. نيورون. وكل شيء ما بعد الجانجليا شو نسميه؟ بوست جانجليونيك نيورون. إذن كل شيء ما قبل الجانجليا يسموه بري جانجليونيك، وكل شيء ما بعد الجانجليا شيء يسموه بوست جانجليونيك نيورون. من اللي يجيب الإشعار دايركتلي من السي ان اس؟ البري جانجليونيك. ومن يحمل الإشعار ويتواصل بالأخير مع الأورجن؟ بوست جانجليونيك. أعيد، أول واحد يحمل الإشعار هو البري جانجليونيك، اللي بالأخير يتكلم مع الأورجن يسموه بوست. زين، هسه اذا اردت اقول لك شنو الاختلافات ما بين السمباثيتك والباراسمباثيتك، راح تقول لي الاختلافات كالتالي. اولا، الباراسمباثيتك يطلع من السيرفيكال والساكرال سيجمنتس، بينما السمباثيتك صاير بالنص، يطلع من الثوراكولمبر. احفظها دائما، الباراسمباثيتك بالاطراف والسمباثيتك بالنص، ماكو فد شيء يفرقها. زين، الشغله الاخ انه الجانجليا بالباراسمباثيتك بعيدة عن السباينال كورد لكن قريبة من الأورجن، بينما الجانجليا بالسمباثيتك قريبة كلش من السباينال كورد، على طرفي السباينال كورد وبعيدة كلش من الأورجنز. وبعد، من اللي يكون العصب البري جانجليونيك بي أطول؟ باراسمباثيتك عند لونجر بري جانجليونيك نيورون، بينما بالسمباثيتك البري جانجليونيك شلون يكون؟ شورتر. هاي كلها ام سي كيو ترى تجي، فانت بقولها. وبعد، من اللي عنده اطول بوست جانجليونيك؟ سمباثيتك، عافيه. بينما بالبارا يكون البوست جانجليونيك شورت. وبعد اكو ميزه،
انه السمباثيتك جانجليا تطلع من عنده هواية اعصاب هايلي برانشد. اوكي فشو تقول هنا انا السمباثيتك يكون هايلي برانشد، يعني نسبة البرانشنج مالته عصب يتوزع إلى 20 عصب أو قد يصل إلى 200 عصب. تلاحظ هذا عصب واحد يتوزع إلى 20 بوست جانجليونيك أو قد يصل إلى 200 بوست جانجليونيك، بينما الباراسمباثيتك شلون يكون نون برانشد. يعني إذا أردت تشوف برانشينج يجوز بالزايد طالع عصبين من عصب واحد، أوكي؟ ونسبة التحويل هي واحد إلى واحد. نفس العصب إجا قعد بالجانجليا ارتاح طلعت الإشارة بالبوست جانجليونيك وانتهى الموضوع. هذا بالباراسمباثيتك. بالسمباثيتك لا، عصب جايب إشارة بالجانجليا وزعها العشرين أو 200 عصب. أوكي؟ وصلت الفكرة؟ زين. سؤال: من أنت دا تنطي إشعار عصبي؟ هذا الإشعار العصبي ده يتوزع بعشرين إلى 200 عصب، ومرة ده تدز إشعار عصبي وراح يتوزع إلى عصب واحد ويكمل طريقة. سؤالي هنا أنا. يا طريقة تشوف بيها راح تشمل هواية أورغانز، يعني أقصد هل السمباثيتك راح يحفز هواية أورغانز in the same time؟ لا، الباراسمباثيتك. السمباثيتك راح يحفز أكثر. ليش؟ عصب واحد طالع لك منه 200. وفعلا انت في حالات الطوارئ اكو منظومة من التصرفات راح تصير، الكبني تتصرف والقلب يتصرف والرئة تتصرف والسكن واشكال الهم. فلذلك شو نقول على السمباثيتك؟ نقول السمباثيتك عنده diffused response. يعني شنو diffused response؟ يعني من تنطي إشعار واحد هذا الإشعار تلمسه بالعين وتلمسه بالرئة وتلمسه بالقلب وتلمسه بالجي آي تي and everywhere. بينما الباراسمباثيتك شلون يكون الإشعار مالته؟ discrete، منفصل، أو نسميه localized. يعني من الدس إشعار للمثانة على مود الإنسان يسوي urination، ما تشوف راح يروح إشعار للجي اي تي حتى الانسان يسوي ديفيكيشن، ويروح اشعار للسلايفري جلانس حتى يسوي سلايفيشن ويسوي لاكريميشن. اوكي، ذني الاشياء ما يصير تصير في نفس الوقت، ولو حدثت في نفس الوقت راح تصير كارثه. زين، بينما بالسمباثيتك لا، انت تحتاج منظومه من الافعال ان تصير في نفس الوقت. زين، هسه تقول لي مثلا هو واحد يجوز ده يهضم وصار عنده يورينيشن بس في نفس الوقت انتاج السلايفا موجود. صحيح، لان ارجع واقول لك الاورجنز ذني لا اراديه وهن مشتغلات، لكن الباراسمباثيتك من يجي شي يقولها زيدي من شغلك. اوكي، يعني الجي اي تي، اوكي، من واحد مثلا عنده يورينيشن بروسس، ترى الجي اي تي مشتغل مو معناها واقف، لكن مشتغل على الوتيره اللي دا يهضم بيها الاغذيه، مو على الوتيره اللي دا تصير بانقباضات قويه حتى يقدر يدفع الفضلات. اوكي، حتى يشتغل بهاي الوتيره لازم يجي اشعار مخصص عالي من الباراسمباثيتك يلا يؤدي به الى دفع الفضلات. فهمتوا علي؟ اوكي، يعني من تفكر بيها ترى ان كل الاورجنز سواء بالسمباثيتك او الباراسمباثيتك هن شغالات at the same time. لكن الإشعار العصبي شنو اللي يفرقه؟ اللي يفرقه يقول للأورغان زيد من شغلك أو قلل من شغلك. أوكي؟ أعطيكم مثال. على سبيل المثال بالفايت أور فلايت يجي إشعار سمباثيتك للهارت وللنج وللجي آي تي إن ذا سيم تايم. بالهارت وباللنج شو يسوي؟ يزيد الأكتيفيتي مالتهم، بينما بالجي آي تي يقلل الأكتيفيتي. أوكي؟ بينما لو نسحب هذا الإشعار السمباثيتك الرجع المكانة تجي تشوف الهارت شغال، اللنج شغالة، والجي اي تي همين شغالين. اوكي؟ زين دكتور،
لا هي جاي للتوضيح لا أكثر ولا أقل. ناخذ دقيقة صمت. شباب يوم السبت تجوني مترايقين، اوكي اللي ما مترايق ممنوع يدخل. رحب عليكم اللي جاي دايخ وشفاها بيضا اقول له روح ترايق وتعال. ترايقون زين، رايق ببروتين، مو تاكل لي كرواسون من هالسوالف وكيكه وتجي من هالكلاوه. بروتين زين لان دماغك راح ينصمت صمت بالمحاضره، اوكي. ولازم تشرب شاي وبيه وايه شكر، جلوكوز للدماغ. يا الله وصلنا 60% زين. كفت شغلة الدكتور غلس عليها لي فوق، بس هو وعدنا انه يغلس اللي هي شفنا بتقسيمات الاوتونوميك يتكلم عن سمبثتك وبرا سمبثتك وانترك. شو هذا الانترك نيرفس سيستم؟ هل هو نيرفس سيستم حقيقي؟ لا. هل هو برانش حقيقي؟ لا. يعتبر برانش من الاصلي. يعني انت اذا تجيب الاوتونوميك تقسمه سمبثتك وبرا، واكو برانش انترك، الجواب لا. الانترك يمثل مجموعة النهايات العصبية السمبثتك والباراسمبثتك اللي تغذي الجي اي تي، اوكي. الانترك it is not a true branch، اوكي. It is not a true nervous system، وانما هو نظام عصبي، خلينا نقول مو جهاز عصبي، يخص الجي اي تي. بس هل هو برانش كاملة نازلة من البراين دايركتلي للجي اي تي؟ لا، هو نهايات عصبيه، قسم من عندها سمبثتك وقسم من عندها باراسمبثتك نازله للجي اي تي، منظومتهن تسمى بالانترك. وصلت الفكره؟ والانترك حتى بي اكسبشنز تشوف النهايات العصبيه بها تفرعات غريبه. مثلا يعني قد تشوف، السلام عليكم، ومتاخر وين كنت؟ اوكي شبابنا. اذا هو عبارة عن سمبثتك ان باراسمبثتك يغذون الجي اي تي. كان سابقا اكو رأي يقولون لا يعتبر الانترك هو ذا ثيرد برانش، لكن هذا الرأي تفند. زين احكي لكم يعني على مستوى كلش عالي بالنيوروفيزيولوجي، قالوا لا يعني انت شنو جايب لي اعصاب منها من السمبثتك وجايب لي اعصاب من الباراسمبثتك ومجمع لي اياهم بالجي اي تي وتسمي لي اياهم نيرفس سيستم؟ لا هذا مو نيرفس سيستم. لا لا، نفس ذني الاعصاب اللي نازلات من البارا واللي نازلات من السمبثتك، هو شنو اللي فند هاي النظريه؟ شافوا انه الاعصاب اللي نازله من السمبثتك مو بس تغذي الجي اي تي، هي ما مختصه بالجي اي تي، تغذي انذر اورجانز، فلذلك ما يقدرون يقولون هاي أعصاب خاصة بالجي اي تي، فظلوا على تسميتهم يا ترى ذني سمبثتك نيورونز وذني باراسمبثتك، لكن يغذن الجي اي تي، وهاي المنظومة اللي تغذي الجي اي تي نسميها انترك نيرفس سيستم. لكن شنو اللي دائما انه احنا نفصل الانترك نيورونز منشملها او نتكلم عنها بخصوصية تامة؟ السبب كالتالي، أنه البيهيفير مالت الانترك نيورونز شوية تختلف عن البيهيفير مالت الأوردينري سمبثتك نيورونز والأوردينري باراسمبثتك نيورونز. يعني من تتكلم على أوردينري باراسمبثتك نيورون، فأنت دا تقول نسبة الإشعار هي 1:1، يعني بري جانجليونيك يغذي 1 بوست جانجليونيك، لكن بالجي اي تي شافوا هذا البوست جانجليونيك الواحد يتفرع الى 2000 تفرع داخل الجي اي تي، اوكي. هذا البيهيفير اللي هم يتكلمون عنه، هذا البيهيفير الغريب. وبالمناسبه هنا التفرع هذا ال 2000 تفرع، هل هو غذى 2000 اورجان
واخذنا نفس الجي اي دي في نفس مكان، فلذلك ما تقدر تقول هو علي تفرع من اكثر من مكان. فالمهم ما نريدكم الدخول، it is not a true nervous system، وانما هي مجموعه اعصاب من السمباثيتك والباراسمباثيتك تغذي الجي اي تي وتمثل البيهيفير مالت الجي اي تي. شباب هذا المخطط اللي هو 3.4 تكتبون عليه مهم ام سي كيو. يعني شنو؟ يعني مثلا شلون تقرا كل شيء مكتوب بالاحمر هو سمباثيتك stimulation، كل شيء مكتوب بالأزرق هو parasympathetic stimulation. يعني مثلا يحكي لك يقول لك الهارت إذا أثر عليه السمباثيتك راح يزيد الريت، وإذا أثر عليه parasympathetic راح يسوي راح يقلل الريت. الكوز مالت المحاضرة الجاية احتمال 3/4 الأسئلة خليها من هنا. اوكي اسالك مثلا السمباثيتك شو يسوي على الاي، باراسمباثيتك شو يسوي؟ زين هنا نلاحظ فد شغله انه اكو اورجانز لها اشعارين سمباثيتك وباراسمباثيتك. سلايفر جلاندز سمباثيتك اند باراسمباثيتك، الاي سمباثيتك اند باراسمباثيتك، ونلاحظ اورجانز اكو لها فقط سمباثيتك ستيميليشن، اكو باراسمباثيتك؟ لا. ونلاحظ another organs أكو إلها only parasympathetic، مما يؤدي لنا إلى استنتاج الاستنتاج يتكلم لك عن الـ innervation by autonomic nervous system. بكل مختصر يا بتركوا أعضاء عندها single innervation وكو أعضاء عندها dual innervation. شو يعني single innervation؟ يعني بس sympathetic يجيها أو بس parasympathetic. وكو أعضاء عندها dual innervation يعني نوعين من الإشعارات توصل sympathetic and parasympathetic. هاي كل ما هنالك. وضحت الفكرة؟ فإذا قلت لك الـ ANS شون يتصرف تقول لي الأعضاء اللي بداخله قسم من عندها تجيها dual innervation وقسم من عندها تجيها single، والsingle it could be sympathetic or parasympathetic. زين شنو اللي most common؟ dual innervation. okay dual innervation أغلب الأعضاء هم من جماعة dual innervation. okay somatic nervous system هو هم جزء من الـ ANS بس قلنا مختص بالشنو؟ voluntary organs. عفية بالskeletal muscles. زين باعوا وياي من يجي طاري السوماتيك نيرفس سيستم فتقول لي سينجل هيفلي مايلينيتد نيرف فايبر، عصب واحد هيفلي مايلينيتد معزول عزل تام، الغشاء مالته سميك جدا، يجي قبل من البرين المن للعضلة. اكو جانجليا؟ لا نو جانجليا. اوكي دير بالك هاي تجيك ام سي كيو، اوقعك بالجانجليا او اوقعك اقول لك منو اطول عنده البري جانجليونيك او البوست جانجليونيك، فانتبهوا لها كل السنة. اوكي زين هسه نتكلم عن جزئية اللي هي الكيميكال سيجنالينج بتوين ذا سيلز. نعم الاعضاء اللي عندها بس سينجل انرفيشن هم ما يحتاجون يعني الجزء الثاني عندنا لا هاي معناها فاعليتها فقط عند السمباثيتك او فاعليتها فقط عند الباراسمباثيتك. دقيقة صمت صنعونا نيورو ترانسميترز بس شوي استعجل. Thank you.
يلا شو ما باعوا وياي. شنو اقصد بالكيميكال سيجنالينج بتوين ذا سيلز؟ خليه تريد تحكي ويا خليه. اوكي مثلا خلايا من نفس النسيج او عصب مع خليه من نسيج معين، ترى العصب هم خليه، واذا حكى ويا خليه اخرى فراح نرجع لنفس النقطه ان خليتين دا يتحاكم. ذن الخليتين حتى يتحاكم مع بعضهن يحتاجن كيميكال سيجنالينج ايجنتس. Then the chemical signaling agents, they could be hormones, they could be local mediators, مثل الهستامينز والأوتوكوينز اللي تصير أثناء الانفلاميشن, or it could be neurotransmitters. تدرون الهرمون تقريبا نفس الإشعار العصبي, تصور إنه يطلع من جلاند مثلاً من البيتيوتري جلاند اللي هي بالبرين وده يطلع بالدم, وين ده يروح؟ ده يروح على الأورجنز مالته, وشان ده يتصل بيها ويفعلها عبر الريسبترات. أوكي الفرق أنه بالنيورو ترانزميشن أنه مصدر الإشعار العصبي مصدر النيورو ترانزميتر كلش قليل بصف الأورجن صاير. أوكي هذا الفرق. تنتجون على المحاضرة البارت الثاني لو شو؟ والله ما درسنا بيتر لأن هي ساعة 11 المفروض مو يعني. أنت جاي على الجروب مالتك اللي ب 11 لو أنت جروبك بس 8 ونص و... لا أنا محاضرة ساعة 11 بس هم طابين في كليتهم لو مو كليتهم بيتر. أنا ما أدري يعني مالكم مادة له؟ إيجين ناكوس هي المحاضرة مادة ويش اسمه وياك 11 يعني أنت كنت بغير مادة؟ لا ما كان اسمه ما دخلت انت اصلا ما طالبين ما تشينجا اصلا. شنو اللي عندكم محاضرة ثانية؟ تكنو تكنو ليش ما داخلين تكنو؟ جمعنا زين نرجع الكلام. اذا بالنيورو ترانزميشن هو الفرق انه الارسال او الكلام ده يتم عن طريق النيورو ترانزميتر. اوكي ومنطقه التراسل هي منطقه قريبه جدا. اوكي يعني بالنانومتر كلش قليله المنطقه ما بين النهايه العصبيه وما بين الاورجن. اللي يهمني بس اريدك تعرف انه اكو ريسبتر على الاورجن وش اكو نيورو ترانزميتر للنيورو. خلص كلام النيورون مع الأورجن عن طريق نيورو ترانزميتر مرسل عصبي وذاك الشيء يستلم من عنده ريسبتر. زين إذا أعطيكم ريسك ترجعون لا تروحون للأبد. المشكلة راح أفوت بجزء كلش قوي وهذا الجزء إذا ما فهمتوا ضلونا مع العليم بالأوتونوميك نيرفس واعتمادا على حالتكم العقلية حاليا يعني ملف كافيين شوي. والله التاخر واحد تحكي استوك جيت زين اريد كافيين انت ان شاء الله تريد كافيين تجوني عشرة وربع ضبط عشرة وربع مو كل شوية واحد يجي لا عشرة وربع اجي القاكم انتوا قاعدين هنا انا وابي شباب زين روحوا تريقوا اشربوا شاي شباب اللي راح نشرحه هسه كلش مهم. اريد نتفق على مبدا انه الريسبترات اكو ريسبترات سريعه واكو ريسبترات بطيئه. ليش اكو ريسبترات سريعه وليش اكو ريسبترات بطيئه؟ فنرسم بالبداية الريسبترات البطيئة. هذا السيل ممبرين. اوكي؟ وهي الريسبتر. زين، الريسبتر شنو اللي يفعلها؟ النيورو ترانزميتر. إذا راح يجي منو يفعلها للريسبتر؟ النيورو ترانزميتر. هاي الريسبتر اللي هي بطيئة نكتبها بالعربي
هي سلو. من يفعلها النيورو ترانسميتر ايش راح يصير؟ اللي راح يصير انه اكو هنا بيها فالسب يونت، وهاي السب يونت تحرك انذر سب يونت، وهاي السب يونت بالاخير متصله في جزيئه كلش كبيره. هاي الجزيئه اسمها جي بروتين. اوكي، وهذا الجي بروتين من تحرك الريسبتر ايش راح يصير؟ راح يطلع من عنده فد ماده، مثلا هاي الماده اسمها بروتين كاينيز. او مثلا يطلع من عنده فد ماده اسمها سايكليك اي ام بي، وهاي الماده تروح تسوي انذر اند انذر اند انذر ريسبونس، يلا بالاخير ده تروح تسوي عمليه فوسفو ريليشن. الفت قنات هنا صغيرونه كان تكون مثلا كالسيوم شانل. فاذا صارت كل هاي البروسيسز راح يصير فوسفوريليشن بالاخير الهاي الكالسيوم شانل. يعني هاي الكالسيوم شانل ايش راح يضاف لها؟ جزيئه فوسفور. فاذا نضاف لها جزيئه فوسفور راح تنفتح، و eventually راح يدخل الكالسيوم from inside to the outside. الموضوع طول قرابة الربع ساعة إلى نصف ساعة يلا حصلنا التأثير، تلاحظون؟ لذلك هاي الرسبترات يسموها بطيئة slow. إذا شو نسميهم ذي؟ أولا slow receptors. إذا تلاحظون هي سوت metabolic process يلا وصلت للأكشن مالتها، فيسموها ميتابوتروبيك. ريسبترز اذا هي عباره عن ريسبترات بطيئه. هاي الريسبترات تسوي ميتابوليك بروسيس حتى على مود بالاخير ده تنطي فد اكشن معينه. اوكي زين. النوع الاخر من الريسبترات يسموها فاست، أو تسمى بالأيونو مو إنو، أيونو تروبيك. فاست أور أيونو تروبيك ريسبترز. ليش تسمى بالفاست ريسبترز؟ من تجي على السيل ممبرين شو تلاحظ؟ تلاحظ مثلا هاي تشانل بوابة، مثلا هاي البوابة تدخل صوديوم على سبيل المثال. الريسبتر مالتها وين موجودة؟ موجودة دايركتلي هنا بصفها. فأنت إذا جبت نيورو ترانسميتر NT معناها نيورو ترانسميتر وخليته يفعل هاي الريسبتر، هاي الريسبتر مباشرة تفتح لك الأيون شانل. أوكي؟ فشي يسموها؟ فاست ايونوتروبيك. من تنطيها اكشن في نفس اللحظه تسوي الاكشن. السلام عليكم. السلام. وصلت الفكره؟ فاذا عندنا ريسبترات يسمون ميتابوتروبيك تحتاج ان تسوي ميتابوليك بروسيس كامله يلا تنطيك الاكشن، عندك ريسبترات يسموها فاست اور ايونوتروبيك اللي هي مباشره تسوي القرار ومباشره ان تسوي المساله في نفس الوقت. واضح هاي المبدئين؟ زين. نعم. أعيد؟ لا. أعيد. الأمثلة يعني فعلاً الكالسيوم شنو هي؟ مو شرط، مو دائماً، بس أنا هيك نطيت مثال. أنا نطيت مثال. زين. هسا أريد نستنتج فد شغلة. رب العالمين من خلق الإنسان فكر أنه أكو أكشنز لازم تحدث في أجزاء من الثانية، لازم تحدث مباشرة. وكو اكشنز ما يصير تحدث مباشرة. يعني على سبيل المثال زيادة الهارت ريت، هل من المعقول أنا أريد أوصل هارت ريت 160 رأسا من 72 إلى 160؟ ما يصير، لازم تكون جريدد 62
72 80 89 95 100 105 الى حد ما اوصل هو دي يسارع الهارت ريت دي يصير تاكي كارديا بات ات از جريدد فيعني ورا دقيقتين ثلاثه يلا يصعد الهارت ريت للريت اللي انت كنت تفكر لو صعد الهارت ريت مباشره في نفس لحظه اعطاء الامر قد يتوقف القلب وكذلك من يغادر هذا النيورو ترانسميتر الهارت ما يصير يرجع الهارت ريت من 160 باك تو 72 اور 62 دايركتلي لا لازم يرجع بشكل جريدد والا الانسان يموت في لحظتها تصور الجي اي تي من تنطيها كونتراكشن كل عضلاتها تنقبض في نفس الوقت وتنقبض بشده تتوقف هنا الجي اي تي او قد تنفجر الامعاء بينما لاحظ الرسبترات مالتها لا تستجاب ببطء وتشوف منطقة تستجاب ومنطقة بعدها ومنطقة تستجاب ومنطقة بعدها مما يولد البريستالسيس الحركة الدودية أوكي؟ بينما لو حطينا عليها رسبترات سريعة واستجابت في نفس اللحظة وارتفت في نفس اللحظة ما راح تحصل الإفكت اللي أنت تريده بس مفارقة من تجي على العضلات الهيكلية أوكي؟ إذا العضلات الهيكلية حطيت بها رسبترات سلو فحتى توصل إيدك إلى وجهك قد تطول في دقيقتين أو ثلاثة وحتى تكتب شوف إيش قد تطول أو حتى تمشي إيش قد تطول بينما من رب العالمين حط بها رسبترات سريعة في نفس الوقت تريد تحرك إيدك تريد تسوي أي ريسبونس من تمشي من تسوي كوردينيشن بالحركة فاللي أريد أوصله أنه أكو أورغنز هي بحاجة إلى هاي الرسبترات السريعة وأكو أورغنز بحاجة إلى هاي الرسبترات البطيئة فمنا ورايح هواية راح تحتار هنا أكو رسبتر سريعة لو بطيئة فكر بها بالمنطق السلام عليكم. عليكم السلام هل من الممكن أن أخلي رسبتر بطيئة في هذا المكان لو سريعة أوكي؟ فكر بها منطقية مفهوم هسه الموضوع زين رسبتراتنا شباب السريعة على نوعين والبطيئة على نوع واحد regarding the autonomic nervous system أكو أنواع عديدة من الرسبترات بس دا أحكي لك بالأوتونومي السريعة أو البطيئة بما أنه إحنا بدينا بالبطيئة السلو الميتابوتروبيك on two types نوع نسميهن مسكارينك ونوع نسميهن الأدرينرجيك أوكي المسكارينك شنو أمثلتها M1 M2 M3 M4 and M5 بينما الأدرينرجيك تنقسم إلى ألفا وبيتا والألفا بيها ألفا 1 وألفا 2 والبيتا بيها بيتا 1 بيتا 2 وحتى أكو بيتا 3 والألفا 1 أكو بيها ألفا 1A وأكو ألفا 1B ذلك كلهم سلو وذولا كليتهم موجودين داخل الأوتونوميك نيرفس سيستم الأدرينرجيك عادة موجودة بالسمباثيتك بينما المسكارينك عادة تكون موجودة وين؟ بالباراسمباثيتك النيورو ترانسميتر هنا إما أبينفرين أو النور أبينفرين اللي هو نفسه إذا قلت أدرينالين أو نور أدرينالين They are the same اختلاف بالتسميات ما بين الكتب لا أكثر ولا أقل بينما هنا النيورو ترانسميتر واحد اسمه أسيتايل كولين واللي دائما نختصره بأي سي اتش سهلة لا تخافون جر خطه هنا كل شيء أدرينارجيك يتفعل بأبينفرين أو نور أبينفرين واسمه ألفا أو بيتا
وليش سميت هي أدرينارجيك نسبة إلى الأدرينالين والنورادرينالين، بينما المسكارينك سهلات من M1 down to M5 وستيميوليتد باي ACH acetylcholine. زي من هي stimulated by acetylcholine ليش إجينا سميناها مسكارينك؟ هسه أحكي لكم إياها. باي ذا واي ترى إحنا نسميها مرات أو غالب الأحيان كولينرجيك. So, okay. بس احنا سميناها مسكارينك لهذا السبب، لان من اجى عالم طلع نسيج وشاف انه اكو ريسبترات تستجاب لمادة المسكارين، اوكي، واللي هو ناتشرالي اوكرينج الكالويد، فسماها شنو؟ ذني المسكارينك ريسبترز. اجى درسها شاف اثار ذني نفسهن المسكارينك ريسبترز تشتغل عليها مادة حيوية في داخل الجسم اسمها اسيتالكولين، فاستنتج انه كل ريسبتر يشتغل عليها المسكارين فيشتغل عليها الأسيتالكولين. بعدين انصدم باكتشاف لاخ، شاف اكو ريسبترات يشتغل عليها الأسيتالكولين بس ما تتحفز بالمسكارين، دور منا لقى مادة اخرى تحفزها، شنو اسمها؟ اسمها النيكوتين، فسموها نيكوتينك ريسبتر. فانت من تجي على النيكوتينك ريسبتر او المسكارينك ريسبترز، they are both activated by acetylcholine، بس طريقة الكشف عنها تختلف. يعني إنسان يجيب لك نسيج أقول لك يا بتر هذا أكو بي مثلا كولينرجيك ريسبتر، أكو ريسبتر تتحفز بالأسيتالكولين، ما حددت لك whether it is nicotinic or mascarinic. شلون تكتشفها؟ تضيف مادة المسكارين أو النيكوتين وتشوف المن تتحفز. ممكن طبعا 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 أكيد. زين نكمل كلامنا. على الفاست اللي هم ايونوتروبيك، مثالنا واحد عليها اللي هي نيكوتينيك ريسبترز، واللي هي ايضا النيورو ترانسميتر مالتها منه الأسيتالكولين. زين إذن هذا العالم من اكتشف ذني الريسبترات شاف أنه أكو ريسبترات يشتغل عليها الأسيتالكولين، لكن قسم من عدها يشتغل عليها المسكارين ولا يعمل عليها النيكوتين، وقسم آخر بالعكس يعمل عليها نيكوتين بس ما يعمل عليها مسكارين. بس شلون قدر يفرق بيناتها؟ جماعة النيكوتين كلش سريعة، أول ما يحط النيكوتين يصير كونتراكشن بالنسيج، بينما جماعة المسكارين بطيئة، من يحط مادة المسكارين ببطء يلا تنطي الإفكت. أوكي وصلت الفكرة؟ فمن هنا استنتج أنه يا بتر اللي يتحفزون بالنيكوتين ترى ذني سريعات، واللي يتحفزن بالمسكارين ترى بطيئات. أوكي ومن هنا بدأ يقدر يكتشف أنه اللي موجودات داخل الانترنال أورغنز اللي تحتاج أن يكون الريسبونس مالتها بالتدريج هي غالبا ما تكون مسكارينك، بينما اللي موجودة في أماكن تحتاج أن يكون الريسبونس مالتها سريع جدا هي تكون نيكوتينك. زين أبسط لكم إياها بكلمتين، أبسط لكم إياها. كل الريسبترات على الانترنال أورغنز هي سلو، كل الريسبترات على الانترنال أورغنز سلو، إما تكون مسكارينك أو أدرينيرجيك حسب أنت شو تريد الأورغن المن يستجاب، سمباثتك لو برا سمباثتك لو اثنينهم فتخليهم اثنينهم. لعد النيكوتينك وين؟ النيكوتينك موجودة في أماكن السرعة بمكان، يعني مكان وجودها اتصال عصب بعصب آخر أو عصب بعضلة هيكلية. ها هي بس واحد يحكي لك على النيكوتينك ريسبترز، اسأل نفسك هل المكان اللي أنت دا تتكلم عنه هو اتصال عصب بعصب؟ إذا كان جوابك نعم فthis is nicotinic receptor. هل هو اتصال عصب بعضلة هيكلية؟ إذا كان نعم فالجواب الريسبتر هي nicotinic receptor. زين شمعنا عصب بعصب وشمعنا عصب بعضلة هيكلية حطانا nicotinic receptor؟ لأن شحتاج؟
fast response عافية. أنت مو تنطي إشعار وهذا العصب وراء 10 دقائق يلا يستجاب، أو تنطي إشعار وهاي العضلة وراء 10 دقائق تستجاب، لا، أنت تريد العصب دايركتلي يستجاب للعصب الآخر، وتريد العصب دايركتلي يستجاب للعضلة. وصلت الفكرة؟ زين. فدائما النيكوتينك ريسبترز موجودة ما بين اتصال عصب بعصب آخر أو اتصال عصب بعضلة هيكلية، وغير هذا الباقي كليته شنو؟ إما مسكارينك أو أدرينارجيك. شو وقت مسكارينك؟ إذا كنا دا نتكلم عن باراسمبثتك. شو وقت أدرينارجيك؟ إذا كنا دا نتكلم عن سمبثتك. زين، أسعيدوا وياي، إذا لقيت اتصال عصب بعصب أو عصب بعضلة هيكلية، شنو نوع الريسبتر؟ نيكوتينك. مرة ثانية عيدوها، شنو نوعها؟ نيكوتينك. عفية. زين، إذا ملقيت اتصال عصب بعضلة هيكلية أو ملقيت اتصال عصب بعصب آخر، فشنو احتمال تكون الريسبترات؟ إما مسكارينك، الكل وياي، شنو تكون؟ مسكارينك أور أدرينارجيك. زين، من تخص السمباثتك؟ أدرينارجيك. من تخص الباراسمباثتك؟ مسكار. سمباثتك أبو الأكشن أبو الأدرينالين، فأدرينارجيك. أوكي؟ المسكارينك هاي ما أعرف شنية، إيش مرة على الباراسمباثتك؟ أوكي؟ هيك يفكروا بكل بساطة بالامتحان. وصلت الفكرة؟ جد. هسه إحنا مستعدين أن نفوت لهذا المخطط العظيم. هذا المخطط حفظ عن ظهر القلب. هنا ترى هذا اللي ما يبين بالرسم هو CNS. أوكي؟ CNS إيش دا يسوي؟ دا ينطي إشعاراته عبر الأوتونوميك نيرفس سيستم، عبر البرانشز مالته. زين. ودا ينطي أيضا للسوماتيك. زين. إذا دا تلاحظ، خل نبدي نقرأ سطر بسطر. أوكي؟ ابدوا وياي من يا سطر من هذا. أوكي؟ هنا أنا من راح أحكي على الباراسمباثيك. اوكي، هذا ليف عصبي ايش سوى؟ جاب الاشعار العصبي من السي ان اس. وين راح ينزل هنا؟ راح ينزل بجانجليا. هاي المنطقه ترى كليتها هي عباره عن جانجليا. اوكي، جاب الاشعار العصبي مالته، العصب انتهى لحد هنا، والعصب الثاني البوست جانجليونيك بدا من هنا. اذا هذا شنو هذا؟ هذا بري جانجليونيك، وهذا شنو هذا؟ بوست جانجليونيك. وهاي الجانجليا هي منطقة اتصال عصب بعصب آخر. ايش تتوقع نوع الريسبترات؟ نيكوتينك حصرا. نيكوتينك ريسبترز موجودة في اتصال عصب مع عصب أو عصب مع عضلة هيكلية. بما انه انت عندك بري جانجليونيك نيورون دي يتصل مع بوست جانجليونيك، فشنو الريسبتر؟ فاست. منو عندي بالفاست؟ نيكوتينيك. اذا الريسبتر فعلا نيكوتينيك. النيكوتينيك المن تستجاب للاسيتال كولين اللي هو اندوجينسلي يعني داخليا يصنع، والى النيكوتين. انت ما عندك نيكوتين بجسمك. زين، فاذا هنا المرسل العصبي هو منو؟ اسيتال كولين. فإذا الإشعار العصبي شلون ديتم؟ إجا العصب البري جانجليونيك أريد يوصل لرسالته للبوست جانجليونيك، شلون حكى وياه؟ إيش بث له؟ كيميكال ايجنت، بين قوسين النيورو ترانسميتر، شنو نوعه؟ أسيتايل كولين، ACH. أوكي؟ زين، وهذا الإشعار العصبي منو سمعه؟ الريسبتر. الريسبتر بما أنه هي واقعة في منطقة اتصال عصب بعصب، إيش أتوقعها؟ ريسبتر سريعة. منو عندي سريعة؟ نيكوتينك. زين، نكمل جوا في نفس هذا اللاين. هنا نحن نحكي العصب البوست جانجليونيك وين هسه لازم يروح؟ لازم يوصل رسالته إلى أورغان. إذا هذا اللي أنا دحكي عليه هنا أنا. هذا أورغان، وصارت عندي منطقة اتصال أخرى ما بين عصب وما بين أورغان. هذا نفس البوست جانجليونيك تقدر تسميه بري سينابتيك، والأورغان البوست سينابتيك، ومنطقة الالتقاء هي السينابتيك كليفت. اوكي، اختلاف تسامي لا أكثر ولا أقل.
بس رجعنا الى نفس النقطه انه العصب يريد يوصل رسالته، لمن يوصلها؟ اورجان. زين، بما انه اورجان، شنو نوع الريسبتر اللي افكر بيها؟ سلو. اما تكون عفية لا عصب بعصب ولا عصب بعضلة هيكلية، وإنما عصب بعضو داخلي بأورغان، فلازم الريسبتر شلون تكون؟ سلو. زين، شكو ريسبترات سلو؟ شنو أنواعها؟ مسكارينك وأدرينالجيك. أنت وين دا تحكي؟ باراسمبثتك. أكو أكشن؟ أكو أدرينالين؟ إذن أكو أدرينالجيك ريسبترز؟ لا. إذن حتما هاي الريسبترات هي مسكارينك. المسكارة انك بيش تتأكتف بالأسيتال كولين. إذن لو تلاحظ هنا الأسيتال كولين اشتغل بالأوتونوميك جانجليا بالباراسمبثيتك جانجليا، واشتغل حتى في منطقة الأكتيفيتي on the organ. أوكي؟ زين، شوف المفارقة مع السمبثيتك. هسه راح أبدي أحكي هنا اللي هو باللون البنفسجي. زين، ايضا اجى عصب من السي ان اس ووصل الى منطقه الالتقاء العصبي اللي احنا سميناها جانجليا. وبالجانجليا شو يريد يسوي العصب؟ يوصل رسالته الى عصب اخر. فحتى يتكلم لازم يبث نيورو ترانسميتر، وحتى توصل رسالته لازم العصب الاخر يسمعها بريسبتر. فاذا هو اتصال ما بين عصب وعصب. الدكتور علمنا قاعده، طالما عصب بعصب او عصب بعضله هيكليه فش احتاج؟ فاست ريسبتر بين قوسين نيكوتينيك. فعلا الريسبتر هنا نيكوتينيك، والنيكوتينيك ريسبتر لمن تستجاب؟ للاسيتال كولين. اوكي، فهنا الارسال العصبي تم بارسال رساله متمثله بالاسيتال كولين، واستماع هذه الرساله بريسبتر متمثله بالنيكوتينيك ريسبتر. زين، هذا شنو هذا كان؟ بري لو بوست بري جانجليونيك، وهذا شنو كان؟ بوست جانجليونيك. البوست جانجليونيك بدل البري جانجليونيك وظيفته يجيب لك الرساله من السي ان اس الى منطقه التحويل. البوست جانجليونيك شنو وظيفته؟ وظيفته ياخذ من منطقه التحويل يوصل للاورجان. اذا هنا الاتصال بين من وبين من راح يكون؟ ما بين عصب وأورغان. وطالما قلت أورغان فلازم إيش أختار يا ريسبتر؟ لازم تكون سلو. من هم السلو؟ اثنين، لو أدرين، لا لو أدرينرجيك لو مسكارينك. زين تعال أنت بيا ديفيجن تحكي سمبثتك أو الأكشن أو الأدرينالين، يعني مسكارينك لو أدرينرجيك؟ أدرينرجيك. فإذا تلاحظ هنا أنا شكو أدرينرجيك ريسبتر والنيورو ترانسميتر اللي هو النور أبينفرين أو النور أدرينالين، they are the same. صار واضح؟ زين، أثبت شغلة، كل البري جانجليونيك نيورونز هم كولينرجيك نيورونز. ليش قلت كولينرجيك؟ لأن هي أعصاب تفرز أسيتال كولين. أوكي؟ من أقول كولينرجيك نيورون لأن هذا العصب يفرز الأسيتال كولين، من أقول كولينرجيك ريسبتر لأن هاي ريسبتر تستجاب للأسيتال كولين. إذن كل البري جانجليونيك بالأوتونوميك نيرفس سيستم هم شنو جدي يفرزون؟ أسيتال كولين. حتما أصحي لا تنامي ظلي وياني. زين، ليش كليتهم يفرزون أسيتال كولين؟ لأن كل البري جانجليونيك رسالتهم واحدة، أن يجيب الرسالة من السي أن أس يوصل لمنطقة التحويل ويحكيها لعصب آخر، فهي already اتصال عصب بعصب، فلا تدخ بيها، هي كليتها أسيتال كولين. أوكي؟ زين، الريسبترات شلون تكون؟ نيكوتينيك ريسبتر سريعة. زين، البوست جانجليونيك نيورونز بالأوتونوميك باراسمبثيتك ديفيشن كولينرجيك. ليش؟ لأنه راح يفرزون أسيتال كولين حتى يفعلون المسكارينك ريسبترز اللي موجودة على الأورغانز. زين، بس النيورونز اللي طالعة من السمبثيتك جانجليا، لاحظ هاي اللي هنا ورايحة للأورغان، هاي ما تكون كولينرجيك.
هاي أدرينارجيك. ليش سميتها أدرينارجيك؟ لأن تفرز أدرينالين أو نور أدرينالين حتى تحفز الرسبترات اللي جواها لأدرينارجيك رسبترز either ألفا أو بيتا اللي موجودات على الأورغان. أكو استثناءات لهذا الكلام؟ نعم أكو استثناءات لهذا الكلام. يعني مثلا إذا تباوع هنا على اليسار راح أبدي أحجي هنا وراح أشر باللون الأسود. إذا تلاحظ الأدرينال ميدلا، الأدرينال جلاند، الغدة الكظرية اللي موجودة واحدة على الرايت كدني واحدة موجودة on the left كدني، ودائما تكون الأدرينال جلاند من مركز وقشرة. المركز اسمه ميدلا والقشرة اسمها كورتكس. بدنا نحكي على الكورتكس، بدنا نحكي هنا على الميدلا. الأدرينال ميدلا شنو وظيفتها؟ وظيفتها تفرز لك 80% أدرينالين، 20% نور أدرينالين أو نور أبينفرين. they are the same. لا تدخ بيها. زين. هاي الأدرينال جلاند تعتبر في حد ذاتها أوتونوميك جانجليا. ليش؟ إذا تلاحظ إجا عصب، هذا شنو هذا؟ هذا بري جانجليونيك. أكو بوست جانجليونيك؟ لا، راح قبل ارتبط بأورجان. يصير هالشيء، هذا الاستثناء يصير فقط بالأدرينال ميدلا. زين، شافوا أنه تركيب الأدرينال ميدلا هي عبارة عن سمباثيتك نيورونز لكن متخصصة بإفراز الأدرينالين والنور أدرينالين. يعني ترى الأدرينال ميدلا هي حزمة من الأعصاب مسؤولة عن إفراز الأدرينالين والنور أدرينالين. ترى هاي تركيبة الميدلا مالت الأدرينال جلاند. زين، بس وظيفتها تفرز لك الأدرينالين والنور أدرينالين حتى تساعد في تحفيز الأدرينارجيك أورغانز وتساعدك على الفايت أور فلايت سيتويشن. يعني من نسألك، يا أورغان بالجسم ماكو قبله جانجليا؟ الأدرينال ميدلا. زين، احنا قلنا الجانجليا it could be parasympathetic or it could be sympathetic. شلون اعرفها؟ اعتمادا على العصب اللي طالع منها. اذا العصب كان cholinergic وراح متصل بمسكارينك ريسبتر فهذا بارا، واذا كان العصب مثل ما هنا باللون الازرق ادرينرجيك ورايح متصل بادرينرجيك ريسبتر فthis is sympathetic. زين، فأقول عليها هاي شنو؟ سمباثيتك جانجليا، وذيك ايش أقول عليها؟ باراسمباثيتك جانجليا. زين، هاي شو أسميها؟ هاي هم أسميها سمباثيتك جانجليا. هاي عبارة عن سمباثيتك جانجليا. يعني الأدرينال جلاند بحد ذاتها تعتبر سمباثيتك جانجليا. وصلت الفكرة؟ زين، نوع الإشعار العصبي ما بين البري جانجليونيك وما بين الأدرينال جلاند هو أسيتالكولين، وبعد شنو؟ نيكوتينيك ريسبتر. إذا إحنا قلنا هو ما بين عصب بعصب أو عصب بعضلة هيكلية، إذا هنا هذا عصب أورغان، وين العصب الآخر؟ أرجع وأقول لك ترى تركيب الأدرينال ميدلا هي عبارة عن سبيشالايزد نيرفز، حزمة من الأعصاب المتخصصة بإفراز الأدرينالين والنور أدرينالين. فأنت ما طلعت من القاعدة معك، تبعدك بنفس القاعدة. What about somatic nervous system؟ اللي قلنا هذا اللي يغذي العضلات الهيكلية. Somatic nervous system single heavily myelinated neuron ينبع من البرين يوصل إلى حد المصل، ينتهي بالنيورومسكولار جانكشن، منطقة اتصال العصب بالعضلة. فتلاحظ هنا أنا ماكو جانجليا، المرسلة العصبية أسيتالكولين، والمستلمة شلون تكون؟ نيكوتينيك ريسبتر. واي؟ لأن اتصال العصب بعضلة هيكلية. زين، مو أنا بالقلب هم عندي عضلة بس مو هيكلية، مو أنا بالجي آي تي هم عندي عضلة ملساء مو هيكلية، لاحظ عصب بعضلة هيكلية حصرا. زين، إذا واحد إجاك سألك قال لك يابا تعال احكي لي وين ممكن ألقى كولينرجيك نيورونز، تقول له كل البري جانجليونيك
النيورونز بالسوماتيك بالاوتونوميك نيرفس سيستم هي كولينرجيك. ليش سميناها كولينرجيك؟ لان تفرز اسيتال كولين. والاعصاب داخل السوماتيك نيرفس سيستم ايضا كولينرجيك نيورونز لان تفرز اسيتال كولين. اكو بعد كولينرجيك نيورونز؟ نعم، بالبوست جانجليونيك باراسمباثيتك نيورونز they are كولينرجيك. نرجع نعيدها، إذا واحد سألك قال لك وين ألقى كولينرجيك نيورونز؟ في ثلاث أماكن. كل البري جانجليونيك أوتونوميك هم كولينرجيك، البوست جانجليونيك باراسمباثيتك شنو؟ كولينرجيك، والسوماتيك نيورونز they are all كولينرجيك. وين ألقى أدرينرجيك لعب؟ بمكان واحد فقط، بوست جانجليونيك سمباثيتك. بوست جانجليونيك سمباثيتك اللي هي الوحيدة بالأزرق، بينما باقي الأعصاب إذا تلاحظ كلها بالأحمر. هل من الممكن داخل السمباثيتك نيرفس سيستم ألقى أماكن تتحفز بكولينرجيك نيورونز؟ الجواب نعم، بالسكن بالسوات جلانز. تلاحظ أنه هاي السوات جلانز اللي جايها شنو؟ سمباثيتك إنيرفيشن. بس السمباثيتك إنيرفيشن شلون واصل لها؟ واصل لها بكولينرجيك نيورونز. أوكي؟ والرسبترات اللي عليها هي رسبترات مسكارينك، مع العلم هي تحت لواء السمباثيتك نيرفس سيستم، فأكو استثناء لهذا الشيء. أوكي؟ أخاف أحد يسألك هل أكو استثناء؟ نعم. هل أكو مكان بالأوتونوميك نيرفس سيستم ما بي جانجليا؟ نعم، مثل أدرينال جلاند، هي بحد ذاتها تعتبر أوتونوميك جانجليا، فقط بري جانجليونيك وانتهى الموضوع. أوكي؟ وملاحظة أخرى، تذكرون قلنا بالباراسمباثيتك الجانجليا تكون قريبة من الأورجان؟ الملاحظة تقول في بعض الأحيان الجانجليا تكون فوق الأورجان نفسه. زين إذا كانت فوق الأورجان إيش أقول؟ ماكو جانجليا لو أكو جانجليا؟ لا، تقول أكو جانجليا وإجاها بري جانجليونيك وطلع من عندها بوست جانجليونيك، بس كل شيء صغير. أوكي؟ فيعني هاي ملاحظة أكثر ولا أقل. الستدي كويستشنز مهمة طبعا، هاي احتمال يجيك من عندها سؤال نصا، اوكي تقراها وتفهمها، وهذا الشرح ده يقول لك ليش اختار الكوركت انسر. ممكن يجي طبعا، نعم لا 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 بس اسالك ام سي كيو. هي الفارما برايمرلي ام سي كيو، وام سي كيوات صعبة. شباب باي ذا واي، تحضروا انه الامتحانات مالت الميد والفاينل تكون بابل شيت اكزام. اوكي، بابل شيت اكزام، لان انت لازم تستعد للوزاري للتقويمي، فاجتنا اوامر انه كل الامتحانات تكون بابل شيت. زين، كلش سهل البابل شيت، ها اغلبها ام سي كيو. المد المد يعني انا اكد لكم ام سي كيو، الا اذا اجى فد امر اخر واحد زين. اي ممكن عادي من ضمن الام سي كيو، كلش سهل. يجيك مثلا فد 40 ام سي كيو، بالاخير اكو تيبل تكتب الحلول مالتك عليه تدققها، ورا ما تكتب الحلول وتكمل وتدقق تنقل حلولك وين؟ على البابل شيت بيبر هناك. زين، حاول انه ما تخطا بيها، وإذا خطأت مثلاً أنت عندك هاي أربع دوائر، إذا صارت وخطأت مثلاً أنت مختار هذا اللي هو سي وتريد تختار أي، فتشطب شطبة واضحة عليه زين، وتظلل هذا الجليد. هاي طريقة التصحيح. زين، إذا تصحيح إلكتروني هاي ما راح يقرأها. أوكي، بالتصحيح الإلكتروني هاي ما تنقرأ. زين، يعبرها. بس شو نسوي إحنا بالنسبة إلي؟ يعني هاي أنا أسوي من أشوف طالب عنده مشكلة بذني، هاي أصححها الوحيدة تصحيح يدوي. بس خلي في بالك ترى بالوزاري ما راح يصحح لك تصحيح يدوي، ماكو
تدرين ليش؟ لأن كليات كوما زين كل كلية يريدون يحطون الأوراق مالتها بجهاز وهذا الجهاز قبض وينطيها على شكل أكسل شيت وانتهى الموضوع زين. فانتبهوا لهاي المسألة أوكي؟ فحاول حاول أن تدقق 100% قبل لا تجاوب أوكي؟ قد يصير أنا ما أعرف يعني هاي ما موجود بلجانهم ولا أدري شنو سياستهم. قد الناس عندهم فعلا أنه إذا شافوا أوراق بهن مشكلة يعزلوها ويصححوها يدوي قد يكون زين. لكن على حد علمي على الأغلب هالشيء زين. فكونوا حذرين تدربوا يمنا أغلطوا يمنا حتى لا تغلطون هناك زين. خلصت هاي المحاضرة. أسبوع الجاي بها كوز شباب. كل أسبوع أكو كوز بدون ما أقول لكم معه. لا كوز رتن زين. كوز رتن.